قاري أسمر بيقولوا كان عندك بيين. هذا البي الروحي. البي الروحي شو غير بأيمن رستم قاري أسمر؟ قاري أسمر كان الرئيس والرفيق والخي. قد ايه أمن فيك؟ لأبعد الحدود. وهو أساس أمير رستم كمدرب. هو أساس انطلاق أمير رستم كمدرب، لأنه ب 27 أدار 81 بيعيط لي وبيقول لي أنت بدك تعمل مدرب للفريق. قلت له شو أنا عم درب؟ أنا كابتن الفريق. قال لي أنت بدك تدرب الفريق كأستاذ. طبعا مع قاري أسمر ما في مجال. أنا من ناحيتي كلامه مقدس كان، بس أنا منزل. يعني قلت أنا ناقشت شوي لأنه كنت أخذ راحتي معه، صحيح رئيسنا وفارق العمر، ولكن حس حالي عم بحكي مع خيي مع نفسي. يعني قلت لك كان كل شيء. بس غيب قاري أسمر شو تغير بقي من رستم؟ كتير يعني. وتغير النادي، تغير النادي. قاري أسمر هو بي النادي بالنسبة لي، هو البي للنادي. وهو كان الحب والمحبة والوفا والتضحية لأبعد الحدود بقلب النادي. يعني